السلام عليكم. في هذا الدرس سنتعلم كيف ممكن أنا أنشئ ملف وورد عن طريق الجافا. طبعا أنا عشان أتعامل مع الملفات لازم أستخدم مكتبة اللي هي جافا. بكتب له هنا import java.io، باخذ منه الكلاسات اللي بدي اياها. مكتبه الانبوت والاوتبوت. الانبوت اللي هي انت بدك ايش، بدك تقرا ريد. اوتبوت اللي هي انت بدك تكتب بيانات. اجيت انا في عمليه الريد، انا بعطيه اسم ملف هو بيقرا لي. طبعا لازم يكون الملف موجود، وهذا الاشي هو معروف ايام لما تعلمنا الجافا ادفانس. طيب الاوتبوت اللي هي اللي هي كتابه بيانات. طيب انا عشان اكتب بيانات بدي ادي له اسم ملف. لو كان الملف هذا موجود حيكتب عليه، اذا كان مش موجود راح ينشئ لك اياه وبعدها ايش حيكتب عليه. يعني انا عشان اعمل كرييت لا ملف وورد لازم استخدم هي الاوتبوت. اي نوع من الاوتبوت بدك اياه، اللي هي الفايل اوتبوت، اللي هي البفر فايل اوتبوت، يعني اللي عندك فيه كلاسات كتيرة. طبعا احنا هنستخدم اللي هي الفايل اوتبوت ستريم. تمام. طيب بسميها او اف او اس ويساوي نيو فايل اوتبوت ستريم. طبعا الفايل اوتبوت ستريم بتاخذ فايل او بتديها مثلا سترينج نيم. طبعا انت بدك اياه ممكن تديها فايل او اللي هو سترينج نيم. بس بقول هنا نيو فايل مثلا وبدي له ايش سترينج باث. ممكن انت تاخذ باث مثلا تقول له سي في الديسكتوب والى اخره، او ممكن تكتب بس اسم الملف وهنشيل لك اياه هنا ايش قلب في ملفات المشروع. طيب حاجه اسميه مثلا هنا كورس دوت ايش الاكستنشن تبع الوورد اللي هي دي او سي اكس، وباقي احط له ايش فاصله منقوطه. طبعا انا عشان بتعامل مع الملفات لازم احط له ايش تراي كاتش. تمام بالشكل هذا. طيب بعد كده هو خلص هو ايش حينشئ لي اياه، وبعد ايش بيقول له اف او اس دوت كلوز. خلص سكر لي انت ايش اللي هو يعني اللي هو سكر لي اللي هو الستريم تبعت مين، تحت الفايل اوتبوت ستريم. حاجه اقول مثلا سيستم دوت اوت دوت برنت مثلا دن. تمت عمليه اللي ايش كرييت للملف هذا. حاجه اقول له اعمل لي اياه ران، قال لي دن. بروح على ملف المشروع حلاقي انه صار في عندي course.docx. هذا هو ملف الوورد. تمام ان شاء الله يكون درس بسيط. نشوفكم الدرس القادم والسلام عليكم.